تحذير، يا ريت محدش يجرب اي حاجة هيشوفها في الفيديو ده، لان احنا بنبقى مأمنين نفسنا كويس جدا جدا ساعة تصوير اي فيديو. السلام عليكم، وبداية فلوج جديد ضرب نار. زي ما انتم شايفين النهاردة الفيديو المنتظر، ومعانا فرقة الاعدام. طبعا انا مش هقول اساميكو ولا اقول احنا ما بنخافش من حد، هنقول عادي. احمد علي هو طبعا الشبح اللي واقف ورا الماسك ده، ومعانا هنا ناصر المعجزه واحمد شوقي، مين ولا انا مش عارف هم مين اصلا، وهنا معانا عكر. بص يا جدعان، لابس تيشيرت الاعدام الاحمر ولابس من فوق، يعني عسكر رايح يعدم حد النهارده. طبعا ده الفيديو المنتظر اللي كنا كان مستنيه، فيديو الانتقام من هيكل توينز. المفروض ان احنا كلنا لابسينه ومتجهزين عشان خاطر رايحين نجيب القط بتاعنا ونغب على هيكل توينز. هيكل توينز خليكم فاكرين فلاش باك، هم اللي قالوا لنا تعالوا. المهم يا معلم، القط دلوقتي معانا اهو في البيت، ولو انت راجل هات رجالتك دلوقتي كلهم وتعالى خد القط. المفروض بقى دلوقتي ان احنا هننزل نركب عشان خاطر نروح لهيكل توينز القاهره. واحد من الفانز بتوعهم كان بعت لي على الانستا قال لي عنوان الشقه بتاعتهم الجديده، شكرا. كان نفسي انزل الاكونت بتاعك والله، بس انت ممكن تتشتم وبتاع. فاحنا دلوقتي هننزل. طبعا بس انا عايز اوجه رساله لابن سيمبا قبل ما ننزل. حبيبي متقلقش يا صاحبي، احنا هنروح نجيب ابوك ونجيلك بالسلامه، ماشي؟ بصوا يا جدعان قاعد حزين ازاي. دلوقتي المفروض هننزل نركب. المفروض بقى دلوقتي ان احنا نروح نقابل احمد اخويا، لان احمد اخويا طبعا زي ما انتوا عارفين بيقعد في القاهره. هيكل يا توينز، احب اقول لكم ان احنا كده لمينا العصابه كلها. اقسم بالله تموت، هنحط عليكم يا هيكل يا توينز واحد واحد، والله لا تموت، اقسم بالله. بصوا يا جدعان، بصوا الورد البلدي قاعدين وسط الورد البلدي. بصوا يا جدعان، مدخل البلد بتاعتهم. الله، في ورد يا جدعان. المفروض ان احنا رايحين ساعة الفطار عشان خاطر هم يبقوا بيفطروا، عشان نتأكد ان هم في البيت، عشان نخش نبوظ عشان عليهم الفطار. هنبوظ الفطار ونربطهم ونعمل بقى، بص حرام، ونفطر احنا كشمحهم، هنفطر عليهم. بص هنفطر الفطار اللي هم سووه، هنفطر عليهم الفطار، هنفطر الفطار بتاعهم النهارده، الفطار هيكل توينز. يلا بينا نروح نجيب احمد اخويا الاول. حمام سباحة أو نافورة، فأنا في أقوى مركز. إيه ده أقوى مركز حاليًا؟ أه زحليين من فوق. طب خلاص إحنا هنخلص المهمة بتاعتنا ونيجي نزحلق ونفرفش على الكلام. هنروح بس الأول نفطر عشان فطارنا النهاردة هيكل توينز. يا أنت هتفطر معايا النهاردة هيكل توينز؟ أه يا زميلي، هتفطر مع بعض هيكل توينز يا زميلي؟ مين بيسعى ليه؟ هتموتوا هيكل توينز. دي محترمة يا أنت، هيموتوا إزاي بقى؟ يا عم مش الناس دي صورت معانا يا عم قبل كده في فيديو بتاع بابجي وبتاع؟ عادي، ما احنا رجاله محترمه والله يا عم. هو احنا نربطهم؟ هم غلطوا، احنا نعلمهم من الاول. بس احنا عايزين ناخد حقنا يعني، لو يا عم مش سيبك، انا بكلمك كده، انا اخوك الكبير. يلا هم مش هيرضوا يدونا القطط يا عم. فوق يا عم، جيب لك القط اللي انت عايزه. في ايه يا عم؟ يا عم مش هنرمي في البسين؟ لا يا عم احنا نستحمى بالبسين. هو خلاص هنضربهم بس يعني ونيجي نستحمى؟ يا عم مش هنضربهم بس، هنجيب القط ده، القط هيرجع سليم يا جدعان 100 100. ولو مش سليم؟ لو مش سليم هيدفع حق علاجه، حق اكله، حق شربه، لحد ما يرجع زي ما كان بالظبط. بس ماليش دعوه بالكلام ده، جاي مالكش دعوه انت، مش مالكش دماغك انت، فكك انت من الحوارات دي. احنا هنيجي مالكش دماغك انت، واحنا هنروح البيت ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا مجمعين القوات اهو، لو في اي قلق ما تقلقش. نروح الشقه، نروح شقه التوينز ونشوف ايه اللي هيحصل. وانت اشمله بس كده.
يا اسطى طب لو طلع مفيش حد هنا نعمل ايه؟ يا عم انا عارف طريقه ما تقلقش بس نشوف نتاكد ان مفيش حد جوه. استنى لحد ما حد في الاسانسير ده. هيك الدور ساكنين في الشقه دي؟ اه ماشي ماشي شكرا ميرسي. استنى انتوا مش شاور جاي ولا بنجيش حاجات كان بينزل اهو؟ ايه يعني شاور جاي؟ مين السبب؟ لا لا عشان يبقى في وسط الدور. مش شاور جاي ولا بنجيش حاجات كان بينزل؟ انا فقدت التركيز. طيب ماشي ولا ايه اللي عشان تركيز؟ هتفش القفل؟ هتفشه؟ طب استنى بس تمام ده صور. لا طب معلش انا اسف ممكن تقفل الكاميرا بس عشان الطريقه دي ما ينفعش يعني اليوتيوب ممكن يشيل الفيديو بسبب ال فكره ان اليوتيوب ممكن يشيل الفيديو ده ممكن يتعمل لنا محضر رسمي بكسر الباب. هنفتح الباب بس بطريقه طريقه الشرقيه eventually ايه ده فتح ايه ده؟ لا مفيش حد مفيش حد يا اسطى الحياة يا اسطى ايه ده؟ الشعر جاي يا زميلي
والدرع ده بقى بتاعنا خلاص. درعك فين يا رايق؟ اوف 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 يا حبيبي افتح ورينا. افتح ورينا كام دي كده تبقى حلوه ولا لا؟ افتح يا حبيبي احنا كنا عايزين كاميرا اصلا. اوف 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 ايه ده يا رايق؟ دي 7 كمان. الله كاميرتك فين يا رايق؟ تعالى احمد شورت اللي خد وشوش يا ايوه. ايه يا جدعان الالاجه دي يا جدعان؟ ايه يا جدعان دلوقتي يا جدعان هنطلع نرقص في الصاله شويه احتفالا بالاحتلال لشقه هيكل توير. يا جدعان ايه يلا يا جدعان هاتوا بقى الدروع والكاميرات عشان خاطر ايه الوقت بتاعنا يجي لنا بقى يا جدعان. كاميرات ودروع جايلك كاميرات ودروع كاميرات ايه كاميرات ودروع كاميرا دي كاميرا شفت الكاميرا دي كانوا وده درع الدرع بتاعهم حبيبي يا ابني مفيش حافظه عليه ماشي احنا حافظ احنا عليه انا حافظ عليه ونغير هيكل توينز بقول لك يا عمر البتاع ده عجبني بقى مال هات بص بيطلع بكره وبينزل بكره وشكله بيطلع على الاخر فولت اوتوماتيك بص قلت اوتوماتيك طب هات وعدي بيه عشان ده مش هيجي في الشنطه عدي حبيبي بس كده هيكل توينز احنا بس هنسيب لكم تذكار افجر تيشيرتات في المجره على showershop.com عشان تعرفوا ايه مين اللي عمل لكم كده في الشقه وطبعا انتوا كده كده هتعرفوا افجر تيشيرتات في المجره القط بتاعنا اهو احنا جينا ما لقيناهوش بس سيبنا لكم تذكار يعرفكم ان القط بتاعنا هيجي